مساء الفل على كل متابعين قناة حريف أفلام. فيلم النهاردة اسمه Running Away. الفيلم بيبدأ مع ماجي وليدزي ومامتهم إيلين، واللي بيكون ظروفهم المادية صعبة جدا، وده لأنهم عايشين لوحدهم من غير راجل بعد ما باباهم اتوفى. وبيكون في واحد اسمه ريتشارد بيحب إيلين مامتهم، وهي كمان بتحبه، وبيطلب منها إنه يعزمها على العشاء وبتوافق. وبنشوف ماجي واختها ليدزي رايحين ياخدوا جولة في البحيرة، واثناء ما بيكون ريتشارد وإيلين قاعدين بيتعشوا مع بعض، بيفاجئ ريتشارد إيلين بطلب الجواز منها، بيقدم لها خاتم، فبتفرح قوي. ولما بتروح بتحكي لبناتها اللي حصل، وبتقول لهم إنه أخيرا جه الراجل الغني اللي هيعوضهم عن أيام الفقر اللي عاشوها بعد موت أبوهم. بعد كده بيقابل ريتشارد ليدزي وماجي، وبيقول لهم إنه عاوزهم يعيشوا معاه بعد ما يتجوز مامتهم، وقال كمان إن مامتهم إيلين هتبيع البيت بتاعهم عشان تسدد الديون اللي عليهم، وإلا البنك هيحجز على البيت. فبتروح ماجي تواجه مامتها بالكلام اللي سمعته، وبتقول لها إنها مش موافقة تعيش مع ريتشارد ولا موافقة إنهم يسيبوا البيت، وبتبدأ تتكلم عنه بطريقة وحشة، فإيلين بتزعق لها. بعد كده بتكتشف ماجي إن حبيبها توني بيخونها مع واحدة تانية، فبتضربه وبيغمى عليها وبينقلوها البيت وهي تعبانة جدا، وبياخدوا حاجتهم وبينتقلوا البيت ريتشارد عشان يعيشوا معاه. لكن ريتشارد بيقول لهم إنه مش عاوز حد يقرب من مكتبه ولا يروح ناحيته حتى. بتروح ماجي الجامعة وبتتعرف على شاب هناك اسمه تشاب، وبيقول لها إنه بياخد دروس يتعلم فيها إزاي يقدر يهكر الأجهزة، وبيقول لها إنها ممكن تحضر معاه لو حابة، لكن ماجي ما بيكونش عندها شغف للموضوع قوي. بعد كده بتروح ماجي البيت وبتكون قاعدة مع مامتها وريتشارد، وبتاخد بالها إن ريتشارد ما شالش عينه من عليها، فبتخاف وبتقوم تدخل أوضتها. بعدها إيلين بتخرج لمشوار مع ليدزي، وبتسيب ماجي قاعدة لوحدها مع ريتشارد، فبتلاقي ماجي إن دي فرصة حلوة جدا إنها تقدر تشرب خمرة زي ما هي عايزة، وبتبدأ تشرب كذا إزازة، وبعد كده بتدخل أوضة ريتشارد وبتسرق شوية من فلوسه. بس لسوء حظها إن ريتشارد كان زارع كاميرات في كل البيت، فبيروح يهددها وبيقول لها إنها لو عملت كده تاني هيقول لمامتها إنها بتشرب وبتسرق كمان. وبالليل بتكون ماجي قاعدة مع إيلين في أوضتها، وبتبقى عاوزة تحكي لها اللي حصل، لكن بيدخل ريتشارد وبيقطعهم. وتاني يوم بتروح ماجي الجامعة وبتشوف ولاد بيضربوا تشيب اللي تعرفت عليه امبارح، فبتروح تدافع عنه وبتضرب الولاد اللي بيضربوه. بتشوفها المديرة وبتاخدها على المكتب وبتفصلها عن الجامعة لمدة 3 أيام. ولما مامتها بتعرف بتكون متضايقة جدا وبتزعق لها، لكن ريتشارد بيوعدها انه هياخد باله منها وهي مش موجودة. بعد كده لما بتمشي إيلين بيبدأ ريتشارد يطور علاقته بماجي، بيشجعها على الشرب أكتر وبيقرب منها، لحد ما بيحط لها مخدر في الكاس، ولما بتشربه بيبدأ يتهجم عليها وبيصورها. ولما ماجي بتعرف اللي ريتشارد عمله معاها بتقرر تنتحر، لكن ما بيكونش عندها الشجاعة الكافية إنها تعمل كده. ولاحظت أختها حالتها المضطربة واللي مش لاقية لها أي تفسير، لكن ماجي بترفض تحكي لها أي حاجة. ولما بتلاقي ماجي أختها بتتكلم عن ريتشارد كويس وبتحبه لأنه أقنع مامتها إنها تذاكر في بيت واحد صاحبها، بتحذرها ماجي من ريتشارد وبتخاف عليها منه. وبالليل بتحكي لها ليدزي عن قصة حب مامتها وباباها، وإنها هربت من بيت أبوها وهي في سنهم، وسافرت واتجوزت وخلفوهم. وبتقول لها كمان إنها محوشة فلوس. وتاني يوم في الجامعة بيشوف تشيب الجرح اللي في إيد ماجي، واللي بيكون بسبب التعويرة اللي عورتها لنفسها لما فكرت في الانتحار، فبيعرف إنها حاولت تنتحر وبيصمم يعرف السبب، فبتحكي له اللي حصل كله. ولما بيقول لها إنها لازم تبلغ البوليس، بتقول له إنه هددها إنها لو فضحت سره هيأذي مامتها وأختها ليتسي، وغير كده هي معهاش أي دليل ضده يثبت اعتدائه عليها، وإن الفيديو اللي صوره ليها معاه مش معاها، وإنها مش هتقدر تثبت عليه حاجة. فبيقول لها تشيب إنها لو ما خلصتش منه هيفضل يعتدي عليها، وبيقول لها لازم يلاقوا طريقة يصلحوا بيها اللي حصل، وإنه موجود في أي وقت ومستعد يساعدها بأي حاجة. ولما بتروح ماجي بيعتدي عليها ريتشارد مرة تانية، فبتعرف إن كلام تشيب كان صح، وبتروح تاني يوم تقوله إنها عاوزة تهرب وتسافر البلد بتاعت أبوها، وبتطلب منه يساعدها يلاقوا أي دليل ضده عشان لما تهرب ما يعملش حاجة لمامتها وأختها. بعد كده بنشوف إيلين وهي بتقول لريتشارد إن ماجي هتجيب صاحبها تشيب البيت ويقعدوا مع بعض شوية، وبعد كده هياخدها في رحلة. ولما بيوصل تشيب بيعامله ريتشارد بطريقة وحشة جدا، وإيلين بتلاحظ ده، فبتاخد ريتشارد وبيمشوا وبيسيبوا ماجي وتشيب لوحدهم، وبيطلعوا المكتب ريتشارد وراه على الكاميرات، لكن لسوء الحظ بيلاقوا الكاميرا بس من غير الكارت الميموري اللي عليه الفيديوهات. لكن بيقدر تشيب يهكر جهاز الكمبيوتر بتاعه، وبيلاقوا ان الكاميرات اللي ريتشارد زرعها في البيت كانت مصورة كل حاجة، فبياخدوا نسخة وبينزلوا على طول. بعدها بياخد تشيب ماجي وبيوصلها للمحطة عشان تسافر، وفي العربية
بتتعرف على واحد اسمه تشارلي، وبعد ما بيوصلوا البلد بيلاقي تشارلي ان ماجي ملهاش حتة تبات فيها، فبيقرر يساعدها وياخدها تقعد معاه لحد ما تلاقي مكان، وما بيكونش قدامها حل غير انها تروح معاه وإلا هتضطر تبات في الشارع. وبيقول لها كمان انه هيساعدها تعمل بطاقة مزورة عشان تقدر تتعامل بيها. ولما بيوصلوا البيت تشارلي بتتفاجئ ان في واحدة وابنها قاعدين معاه لنفس السبب، انهم ما عندهمش حتة يقعدوا فيها. بياخدها لأوضتها ولكن بيحذرها ما تقربش من بدروم البيت. وبعد كده ريتزي بتكتشف ان فلوسها اللي حكت لماجي عليها اتسرقت، فبيعرفوا ان ماجي هي اللي خدتها وهربت. وهنا بيقرر ريتشارد انه يقلب الترابيزة على ماجي عشان لو كانت ناوية تعمل له حاجة، فبيقول لمامتها ان ماجي هي اللي كانت على طول بتحاول تتقرب منه وهو كان بيتهرب منها، وكان بيرفض يقول لإيلين علشان ما يحصلش مشكلة. وبيقول لها كمان انها كانت بتشرب وتسكر كتير جدا. بنشوف ماجي وهي في بيت تشارلي وتعرفت على شاب هناك اسمه سي جي، وبتوصل رسالة لريتشارد مكتوب فيها انه لو فكر يأذي حد من إيلين او ليتزي هيبعتوا الصور للشرطة. وهنا بيقوم ريتشارد زي المجنون يكسر الكمبيوتر عشان يدمر اي دليل ضده، وبيتصل بإيلين وبيقول لها انه لازم يسافر ضروري عشان عنده شغل. بعدها بتلاقي ماجي شغل في نفس الكافيه اللي ابوها كان بيشتغل فيه، وبتتفاجئ ان سي جي هو كمان شغال هناك، وبيكون فاكر ان تشارلي هو اللي بعتها. ولما بتسأله عن السبب بيقول لها ان تشارلي بيتاجر في المخدرات، وانه لما كان عنده كان بياخد منه مخدرات، فبتقوله انها ملهاش اي علاقة بالموضوع ومفيش حاجة بينها وبين تشارلي، وانها كانت قاعدة معاه بس عشان مش لاقية مكان تقعد فيه لحد ما تلاقي شغل. وبيقدر ريتشارد يوصل لمكان شيب وبيفضل يضربه وبيرميه في حمام السباحة، وبيطلع مسدسه يهدده بيه انه هيقتله لو ما قالوش ماجي فين، فبيخاف وبيقول له. وبتبدأ إيلين تعنف تشيب عشان تساعد ماجي في الهروب، فبيحكي لها حقيقة اللي حصل وبياخدها عند الكمبيوتر عشان يوريها، بس بيلاقوا ان ريتشارد كسره. وبنشوف ماجي وهي بتستلم البطاقة المزورة اللي شارلي عملها لها عشان تقدر تتعامل في الدولة، واثناء ما هي بتاخدها بيهجم عليهم مجرمين مقنعين ومعاهم أسلحة، وبيكونوا عايزين المخدرات اللي شارلي سرقها منهم ومخبيها في البدروم عشان كده ما كانش عاوزها تنزل ناحيته وحذرها. وبتاخد إيلين وبنتها جهاز الكمبيوتر وبيودوه للشرطة، وبيطلعوا على المكان اللي فيه ماجي. في الوقت ده بتكلم الشرطة إيلين وبيقولوا لها انهم قدروا يطلعوا الصور من على الجهاز، وانها لازم تبعد عن ريتشارد لانه مجرم وبيتاجر في غسيل الاموال. وبتكون إيلين مصدومة من اللي بتسمعه. بعدها بتوصل للكافيه اللي ماجي شغالة فيه وبتسأل عليها سي جي اللي بيعرفها مكانها، وفي الوقت ده بيكون ريتشارد وصل لها واخد تليفونها وكتفها، واول ما بيطلع مسدسه عشان يقتلها بيجي تشارلي ينقذها منه. واخيرا بينقلوا ماجي للمستشفى وريتشارد بيتقبض عليه وبيتسجن، وإيلين وعيالها بيورثوا كل ممتلكاته. وبكده يكون الفيلم خلص. لو عجبك الفيديو ما تنساش تدوس لايك وتشترك في القناة وتفعل جرس الصفحة عشان يوصلك كل فيديوهاتنا الجديدة.